قوانين عجيبة وغريبة. قانون الطابور، إذا كنت واقف في طابور بطيء وانتقلت إلى طابور تاني ماشي أسرع منه، الطابور اللي أنت كنت فيه بيمشي أسرع من الطابور اللي أنت انتقلت له فجأة. قانون التلفون، عمرك ما اتصلت على رقم غلط ويكون مشغول، دائما على السريع ترن ألو. قانون التسطيح، بعد ما توسخ ايديك بالزيت والشحمة تجيك فجأة حك براسك او حك بدينك او حك بوجهك. قانون المعدات، اذا وقع منك اشي تأكد انه راح يضل يتدحرج يتدحرج لحد ما يصل الموقع تصعب طوله من قلبه. قانون الالكترونيات، اذا اخذت جهاز معك عند مصلح وقتها سبحان الله العظيم الجهاز بيشتغل ولا كأنه في اشي ولا كأنه شيء انه يحدث. قانون المصادفات، اذا كنت مع واحد مش حابب ولا اي حدا يشوفك معه سبحان الله العظيم فجأة بتلاقي كل اللي بتعرفهم طالعين من كل مكان. قانون المفاتيح، اذا كان معك مفاتيح متشابهة وبدك تفتح باب البيت مثلا، بكل مفتاح اللي بيفتح الباب هو اخر واحد انت جربته من المفاتيح اللي معك. قانون الاشارات الضوئية، اذا كنت انت مستعجل بمشوار ضروري مستعجل كتير سبحان الله العظيم كل ما تصل اشارة بتسكر بخليتك. قانون البحث، اذا انت بدك تدور على شغلة ما بتلاقيها مع انها سبحان الله امبارح كانت بخليتك واول امبارح شفتها غادي وامبارح اشتغلت فيها يوم ما بدك اياها بح بتلاقيهاش. قانون الساندوش، اذا شريت ساندوش واحد بتاكله بتحس حالك لسه جعان بتروح تشتري الساندوش التاني، بس سبحان الله بس تشتري ساندوشات تنين بتشبع من اول ساندوش سبحان الله العظيم. بالفعل خلف خلاف، قوانين غريبة عجيبة.